صباح الخير، يعطيكم العافية. احنا اليوم سايقين على قناة الريدو. هذه القناة جدا جميلة، ممكن تتفرجوا على المنظر الآن وتشوفوا. عم نسمع على الراديو العربي تشين راديو في أوتوا. تفرجوا المنظر. زي ما انتم شايفين المنظر رائع في الصباح، ناس بتعمل بايكين، ناس بتركض، ناس بتقصدر، الجو جميل، خضار حواليك، بعيد عن السيارات، تشعر انك فعلا في منطقة رائعة. معظم الناس، كتير ناس بتعمل بايكين للشغل. احنا هيك متجهين من الساوث للداون تاون، فممكن بس تمشي هذه الحركة أو تركض هون الصبح بعدين تروح تاخد شاور في الشغل أو في مكان العمل. وكان هادئ، ناس عم بتمشي كلابها وحيواناتها. أنا شو بدي أحكي لكم، مش طبيعي مش طبيعي. أهلا وسهلا فيكم في قناة الريد، ولكن تكمل بالشدة. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع صحابك.